الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا أشرف بدر بالكون أشرف. يا ربي صل على محمد أشرف بدر بالكون أشرف. يا ربي صل على محمد أكرم داع يده إلى الحق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يده. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصدق. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصدق. النبي توفى. يا ربي صل على
حبر النبي توسل. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من طائف المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المنن الذي تكرم به المنان وما أوصف هذا القبل الذي برز من أبرة الإحسان صورته كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعثرت بوجودها أبناء الوجود وكرست برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع كجلي القضاء في انتشار قبله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنازل أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأقوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالى جل ما شرف الوجود بنور ومرى الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتلاها في مجده وتعالى لا هفت العيون في مجد الأبل بشرا كاملا يزيح ضلالا وهو من خوف العلم ما قد رأته ربقة في شؤونه وكمالا
سبحان الذي أبرز من أبرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار نطاق لمعانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإنعام تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة أهد الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في قلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوة المجد بقربه وتفيعوا ظلال الشرف الأصلي بوديه وحبه فحضر الأقوال بنشر ذكراه النسيم حسناك كان بها من سيادة قد تبدت لنا بوصف زيادة وإليك ذهب وصفك
سروا شهد ما على ودي اسمان وإليك وجود ألقى قيادا أنت عين الجمال حسا ومعنى منك كان ابتداؤه والإعادة أنت معنا كمال وصفا وذاتا أنت عين الغنى يا سعادة أنت معنا كمال حسا وذاتا أنت عين الغنى قد حل لي أموت عشقا وحبا لك والموت فيك أعلى شهادة قد حل لي أموت عشقا وحبا لك والموت فيك أعلى شهادة سيد المرسلين أنتم مرادي سعد عبد قد كنت أنت مرادا أنت شاني أنت شاني أنت شاني وأنت حاجات سري أنت روحي وراحتي والإرادة أرتجي أنا منكم منالا أراكم في شهادة قل في حبا حبا من جاءنا
محمد وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلق بعلم الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقريب والتكريم نفذت القدرة البارئة بالنعمة الواسعة والمنة الظاهرة، فانطلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول يوصل كمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون بالاصناف الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه الا وتمت عليه من الله النعمه. هو القمر التام الذي يتنقل في قرونه ليتشرف في موت الاستقرار وضوء المخرج، وقد قضت الاقدار الازليه بما قضت واظهر من سر هذا النور ما اظهرت، وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الاصناف الفاخره والارحام الشريفه الطاهره، حتى برز في عالم الشهادة نشرا لا كالبشر. حير لك الرضوان وبهر، فتعلقت همة الراقي من هذه الحروب لأن يرحم في هذه المعتصمة ولديه من عداء ذلك النور المعروف. فإن كانت الأنس هنا تبي بعشر معشاك أوصاف بذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. فإلا كأنها تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تنوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقي طلعه في الكون منشورا على دار الايام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة وداعي جد شوق الى سماع اوصافها العظيمة. فلعن الله المعظم ذكر والسامع، فلعن الله المعظم ذكر والسامع، فلعن الله المعظم ذكر والسامع. فإن أقلنا في شفاعة النبي الشافع ذلك النعيم. اللهم صل وسلم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد الروح الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلب أيضا ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الكون من صفات هذا العبد المحبوب الكامل، وشمائله التي يحسن الشمائل، فهنا حسن ان نثبت ما بلغ الينا في شان هذا الحبيب من اخبار واثار يتشرف بكتابته القلم والقرطاس، وتتنزه في حدائقه الاسماع والابصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المبدع في هذه السورة، فنور هذا الحبيب هو المخلوق المرزق في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقال. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله لأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم موجودا. ولما كانت السعادة الأبدية لا ملاحظة خفية اقتصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصناف وقطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم.
حتى أوصلت ولد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب للقدر العظيم وأمه التي يجب الطويف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت وحشاها بمعونة الله محافظة على حقها لإذن وصولها فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا حللا حتى مرشه بعد سنة من حبله وطلب وقته رزقه إلى عالم الشهادة لتنبسط على آل هذا العالم ويوضات فضله فتنتشر فيه آثار مجد الصميم اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا الصوم لا من طالعته والليل تجاهل
والقلب كله يصبح ويصبح في سرور محمد
تشرق بنور إشراق هذا السراج، وعيون متشوقة إلى كنوزك، متشوقة إلى لقاك جواهر كنوزك، وكل دابة لقرش نطقا بقصيح عبارة، معلنة بكمال الإشارة، وما من حامل حملت في ذلك الرحام إلا تكفي حملها من غلام. بالبركات والسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض وسمت مؤول تزل الأرض متدم في قدم يجرى الثرى في ملاقات أشرف البريات وبروزي من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد نقله في البطون والطهور أظهر الله في الوجود مجد التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا أعبرت السماوات والأرض ومن فيهن في الترحيم وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين أن الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنبت الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنان المسعود ومشاركة لها في هذا السباق المحمود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فدا الوقت الذي رجب الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز العادل المحمود ونحن لله بالتعظيم والسجود صلى الله Thank you.
الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد انتصب صلى الله عليه وآله وسلم من محاسن الأخلاق لما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. فالرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل، إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة. وهو له شفيق رحيم لليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاق هيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وآله وسلم جامع الصفات الكمالية، والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجمعت في وصف الحبيب وشانه، وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد على مجدها أخذت على نجم السهاب عنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك حنة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الخصم كما يحسن التقديم، فعلي أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وبارك على الصلاة على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسقي البلاد، وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرع الفساد. يا لطيفا بالعباد ارحم بنا واسق البلاد، وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرع والفساد. بسلم طه والعباد اهل السرى تنزيل الجواد، تحيي البلاد مع العباد. يا لطيفا بالعباد ارحم بنا واسق البلاد، وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرع والفساد. ومن عذابك خايف، وبفنائك عاكف.
زوجك تدرك بالمراد يا لطيفا من عباد اطلب بنا واسق البلاد وارحم عبيدا يا جواد قل التبرك والفساد الجلال وذا الكرام نطلبك ترحم من جرام وامحو الكبائر والأمام وافتح لنا باب سداد يا لطيفا بالعباد اطلب منا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قرية التبرم والفساد وارحم ضعفنا العيش لنا ولا تؤاخذ من جنى إنك لطيف بالعباد يا لطيفا بالعباد اطلب بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرع صفا يا الكرم واهل الوفا غيث عبيدا قد افا حائر مضيع للمعاد يا لطيفا بالعباد اطلب بنا واسق البلاد وارحم عبيدا قبل الممات بخير عيش في الحياة وحسن خاتم مستجد يا لطيفا بالعباد اطلب بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد الصلاة على الرسول خير الأنام أبي البتول ملح برق في الفصول والآل وصاحب الجياد يا لطيفا بالعباد اطلب بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد من أنا من
والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وساقي وسير شادك لأهل ودادك سيد الكونين أشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك في أجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابك. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك في شرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب
من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا طمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا فيه إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيئة بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وآزره وولاه وظاهره وعم ببركته وشريف بجاهه أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعلم الإسلام الإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدقي بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم